السمع والطاعة اتباع أم ابتداع؟ يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. قال العلامة السعدي رحمه الله: وأمر بطاعة أولي الأمر، وهم الولاة على الناس من الأمراء والحكام والمفتين، فإنه لا يستقيم للناس أمر دينهم ودنياهم إلا بطاعتهم والانقياد لهم طاعة لله. ذكر الإمام محمد بن عبد الوهاب في كتابه مسائل الجاهلية بأن أهل الجاهلية كانوا يرون أن مخالفة ولي الأمر وعدم الانقياد له عندهم فضيلة، وبعضهم يجعله دينا، فخالفهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك، وأمرهم بالصبر على جور الولاة والسمع والطاعة والنصيحة لهم، وغلظ في ذلك وأبدى وأعاد. قال صلى الله عليه وسلم: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعص الأمير فقد عصاني. قد يقول قائل: ولكن حكامنا يخطئون ويظلمون. فنقول: حكامنا بشر وليسوا ملائكة، ولذلك فإننا نقر بأن لديهم نقصا وتقصيرا. الحاضر منهم يجب أن يساعد على الحق، وأن يدعى لهم التوفيق والهداية، وأن يحذر الناس نشر المعايب ونشر الشر الذي يسبب الفرقة والاختلاف. من ذا الذي يسلم؟ من ذا الذي يسلم؟ وأي شخص يسلم؟ وأي دولة تسلم من النقص؟ كله فيه نقص. قال العلامة صالح الفوزان حفظه الله: لا شك أن الولاة كغيرهم من البشر ليسوا معصومين. تبين أن من الفتن الكبيرة اغتياب العلماء واغتياب الأمراء، وأنا لست أقول أو لست أريد بقولي هذا إن العلماء لا يخطئون وإن الأمراء لا يخطئون، الخطأ واقع من كل أحد. ومع ذلك فنحن مأمورون بالسمع والطاعة لولاة أمورنا. وهل السمع والطاعة على إطلاقه أم في المعروف فقط؟ قال صلى الله عليه وسلم: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. وقد سبق لنا في الدرس الماضي أن ما أمر به ولاة الأمور ينقسم إلى ثلاثة أقسام: الأول ما أمر الله به، فهذا يجب طاعتهم فيه لوجهين: لأمر الله به ولأمرهم به. والثاني ما حرم الله، فلا يجوز السمع والطاعة لهم حتى لو أمروا. والثالث ما ليس فيه أمر ولا نهي من الله، فيجب علينا طاعتهم فيه، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يمنع من طاعتهم إلا إذا أمروا بالمعصية. هل الصبر على جور الحكام واستئثارهم والسمع والطاعة لهم في المعروف نوع من الانبطاحية والانهزامية والغلو في الطاعة، أم أنه أمر جاء به الشرع؟ قال صلى الله عليه وسلم: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر عليه، فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات إلا مات ميتة جاهلية. قال ابن بطال: في الحديث حجة في ترك الخروج على السلطان ولو جار، وقد أجمع الفقهاء على وجوب طاعة السلطان المتغلب والجهاد معه، وأن طاعته خير من الخروج عليه لما في ذلك من حقن الدماء وتسكين الدهماء. قال صلى الله عليه وسلم: إنها ستكون بعدي أثرة وأمور تنكرونها. قالوا: يا رسول الله، فما تأمرنا؟ قال: تؤدون الحق الذي عليكم، وتسألون الله الذي لكم. نحن علينا السمع والطاعة، وعلى الولاة النصح لنا،
وأن يسيروا بنا على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن لا نقول إذا استأثروا علينا وكانت لهم القصور الفخمة والسيارات المريحة والثياب الجميلة وما أشبه ذلك، لا نقول والله ما يمكن نسمع وهم في قصورهم وسياراتهم ونحن في بؤس وحاجة والواحد منا لا يدرك السكن وما أشبه ذلك. هذا حرام علينا، يجب أن نسمع ونطيع حتى في حال الأثر. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لأصحاب الأنصار رضي الله عنهم: إنكم ستلقون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. يقول الأنصار منذ 1300 سنة ستلقون بعدي أثرة، من ذاك الوقت والولاة يستأثرون على الرعية، ومع هذا يقول اصبروا حتى تلقوني على الحوض. فليس استئثار ولاة الأمور بما يستأثرون به مانعا من السمع والطاعة لهم. الواجب السمع والطاعة في كل ما أمروا به ما لم يأمروا بمعصية. هل الصبر على جور الأئمة من المسائل التي يسع فيها الخلاف؟ الصبر على جور الأئمة أصل من أصول أهل السنة والجماعة، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى: ولا تكاد ترى مؤلفا في العقيدة يخلو من تقرير هذا الأصل والحض عليه، وهذا من محاسن الشريعة، فإن الأمر بالصبر على جور الأئمة وظلمهم يجلب من المصالح ويدرأ من المفاسد ما يكون به صلاح العباد والبلاد. لماذا يجهل المسلمون وخاصة الشباب والفتيات بأحاديث السمع والطاعة؟ الجواب: حتى يكون الشاب جنديا في صفوف دعاة الثورات يوجهونه كيف شاءوا، فلا نصوص تمنعه ولا خلق يردعه.